السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة، فجميع المغاربة من طنجة حتى الكويرة كيحتفلوا بهذه الذكرى اللي هي غالية عند جميع المغاربة، كيف ما قلت من طنجة حتى الكويرة، من الكويرة حتى لوجدة، وجميع المغاربة لا في الجالية المغربية المقيمة بمهجر ولا داخل التراب الوطني. فها هنا بمدينة الجديدة إحدى المؤسسات التعليمية كتنظم كرنفال في مجموعة من الفقرات، جميع الفئات العمرية كبار صغار ذكور وإناث كلهم كيحتفلوا بهذه الذكرى اللي هي غالية عند المغاربة، ذكرى المسيرة الخضراء. فما طبيعة الحال هذا الكرنفال غادي يجو بشوارع ديال مدينة أزمور ديال مدينة الجديدة عفوا، وغيحط الرحال ديالو بساحة ديال البريجة، غتكون واحد المنصة اللي غتكون فيها مجموعة من الفقرات التنشيطية لهاد الأطفال احتفالا بهذه الذكرى اللي هي غالية عند المغاربة. فكيف ما كنشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، جميع الفئات العمريه متواجده هنايا من اجل ان هذه احدى المؤسسات التعليميه الخاصه بمدينه الجديده، هي اللي منظمه هذا الكرنفال. كيف ما كنشوفوا جميع الفئات العمريه كلهم متواجدين هنا في عين المكان. هذه اللحظات قليله وسينطلق هذا الكرنفال اللي غادي يجوب شوارع ديال مدينه الجديده. من طبيعة الحال تحت أناشيد وطنية، أناشيد اللي كتمثل هذه الذكرى اللي هي غالية عند المغاربة، ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة. فكيف ما كنشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، العالم الوطني يرفرف هنا بمدينة الجديدة. بطبيعة الحال مشاهدي قناة شوف تي في، هذه إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة هنا بمدينة الجديدة، نظم كرنفال بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة. هذا الكرنفال كيف ما قلت اللي غادي يجوب شوارع ديال مدينة الجديدة، وغيحط الرحال ديالو بساحة البريجة. كاينة منصة بهذيك الساحة غتكون فيها مجموعة من الفقرات من إبداع أطفال هذه المؤسسة التعليمية. العالم المغربي يرفرف هنا بمدينة الجديدة. لم يتبقى سوى دقائق معدوده مشاهدي قناة شوف تي في انطلاق هذا الكرنفال. الكرنفال اللي كيتضمن مجموعه من الفقرات التنشيطيه، فقرات ترفيهيه، فقرات اللي كتمثل هذه الذكرى اللي هي غاليه عند جميع المغاربه من طنجه حتى القويره. بطبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تي في، هادشي كامل
تحت الحماية ديال رجال الأمن الوطني المتواجدين حتى هما بأي مكان هنا من أجل تأمين هذا الكرنفال. فتحية لرجال الأمن الوطني، تحية للسلطات المحلية اللي سهرة حتى هي على التنظيم ديال هذا الكرنفال، وتحية لهذه المؤسسة الخاصة اللي فكرات أنها تنظم هذا الكرنفال احتفاء واحتفالا بذكرى المسيرة الخضراء. طبعا حال مشاهدة قناة شوف تي في، معنا طبيعة الحال معنا أستاذة اللي غادي تزيد تقربنا من هذا الكرنفال وغادي تعرفنا بنفسها من طبيعة الحال. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مباشر على قناة شو تي في، شنو ممكن تقولي على هذا الكرنفال؟ اليوم احنا مجموعة مدارس أزهر الخاصة، أنا الأستاذة المسؤولة عن العلاقات العامة والتواصل في هذه المؤسسة، وهي مؤسسة ارتأت الاحتفال بهذه الذكرى وتخليدها لأهميتها ولوزنها التاريخي في تاريخ المغرب، وارتأينا أن نقوم بمسيرة رمزية للناشئة لغرس روح الوطنية والمواطنة وتنشئتهم على هذه المبادئ وتعريفهم بالرائد ومبدع المسيرة الخضراء الراحل الحسن الثاني رحمه الله. والآن تنطلق المسيرة من حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة موجهة إلى ساحة البريجة لإقامة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وشكرا. طبيعة الحال أستاذة، واش سبق لكم كتنظموا أنشطة في حالة الشكل ولا هذا أول نشاط؟ سبق لنا نظمنا أنشطة داخل المؤسسة، ولكن هذه أول مبادرة باش نتحمل المسؤولية ديال 350 تلميذ ومؤطرين. ارتأينا رقم 350 اعتبارا للمسيرة الخضراء لأنها خرجت فيها 350 ألف، لأن احنا 350 مشارك بالأطر التربوية والحراس والسائقين والمنظفين، وخرجنا جميعا لنخلد هذه الذكرى العظيمة بمسيرة رمزية للناشئة التي تعتبر الأجيال المقبلة إن شاء الله، لكي تنتقل من جيل إلى جيل. أستاذة، بالنسبة للبرنامج ديال المنصة اللي غيتكون، شنو هذا البرنامج؟ واش غيكون البرنامج متنوع؟ شنو فيه؟ الناس اللي بغيو يعرفوا شنو فيه. وضعنا برنامجا طبعا يحمل شعارات المسيرة الخضراء وكأننا نعيشها، وسيتخللها آراء متطوعون كآراء كلمات متطوعين الذين عاشوا المسيرة، بالإضافة إلى الخطاب الملكي للمرحوم له محمد الحسن الثاني اليوم أعلن عن المسيرة. شكرا. إذن مشاهدة قناة شوف تي في، كانت هذه أستاذة بهذه المؤسسة الخاصة بمدينة الجديدة. طبيعة الحال في هذه اللحظات غينطلق الكرنفال، أو لا نقولوا انطلق الكرنفال كيف ما كنشوفوا الأعلام المغربية هنا وهناك ترفرف بمدينة الجديدة احتفاء بذكرى عيد بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة. فكيف ما كنشوفوا مجموعة من الناس اللي كياخذوا صور للذكرى واقفين هنا للجنبات ديال هذا الكرنفال كياخذوا صور احتفاء حتى هما مع هاد الأطفال ديال هاد المؤسسة التعليمية الخاصة بمدينة الجديدة اللي منظمين هاد الكرنفال اللي غادي يجوب الشوارع مدينة الجديدة انطلاقة من حديقة محمد الخامس حتى ساحة البريجة. وساحة البريجة كاينه منصة اللي غتخلل البرنامج ديالها غيتخللها مجموعة من الفقرات الترفيهية التنشيطية احتفاء بهاد المناسبة وهاد الذكرى اللي هي ذكرى عظيمة عند المغاربة كاملين من طنجة حتى للقويرة. يعني كرنفال كيف ما كنشوفوا كرنفال اللي هو كبير، مجموعة من الأطفال هنايا كلهم لابسين لباس تقليدي، الأعلام المغربية حاضرة بقوة كيف ما كنشوفوا الأعلام ترفرف هنا بمدينة الجديدة. يلا
فالاطفال كاين اللي لابس لباس تقليدي، كاين اللي لابس العالم المغربي، هادشي كامل احتفاء واحتفالا بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة. هاد الذكرى بطبيعة الحال اللي كتعتبر ذكرى غالية عند جميع المغاربة، يعني اطفال صغار كيف ما كنشوفوا هازين العالم المغربي كيفتخروا. ميكي ماوس اطفال تبارك الله كلهم فرحانين، كلهم ناشطين، كلهم زوينين من طبيعه الحال، وهما كيحتفلوا هازين العالم المغربي وكيحتفلوا. سلام سلام، كلهم كيحتفلوا بذكرى المسيره الخضراء. كيحسوا هاد الاطفال كيحسوهم بالمسيره الخضراء، كيحسوهم باجواء المسيره الخضراء تحت شعار الله اكبر. ارض بلادي ارضك صبحت حره. اللباس المغربي التقليدي حاضر بقوه، اللباس الصحراوي، اللباس الامازيغي، اللباس الدكالي حتى هو حاضر، يعني مجموعه من الحويجات في هذا الكرنفال هنا بمدينه الجديده. فتفاعلا مع التعليق ديالكم كنشوف تعليق تبارك الله على وليداتنا الله يحفظهم، فتبارك الله عليهم صراحه، تبارك الله عليهم هاد الوليدات هادو اللي فرحانين وناشطين وهما كيحتفلوا بهذه الذكرى اللي هي غاليه علينا الجميع حنا كمغاربه، من طنجه حتى للقويره، من القويره حتى لوجده، كلهم فرحانين هما هازين العالم المغربي بحب بافتخار من اجل الاحتفال بهذه الذكرى. الاطفال صغيورين تبارك الله، شوف اطفال صغيورين باللباس التقليدي المغربي وهازين اللباس وهازين العالم المغربي. كرنفال اللي هو كبير، جميع المستويات لهذه المؤسسة كلهم مشاركين، ربما من الروض حتى السادس ولا السابعة ولا، يعني كلهم محتفلين يعني ملي كنشوف وليدات صغيورين كيردوا أغنية صوت الحسن ينادي، فصراحة راه اللحم ديالك كيبورش ملي كتشوف وليدات البراءة هازين العالم المغربي. تحياتي، هازين العالم المغربي وفرحانين، فصراحة برافو عليهم وبرافو على جميع المؤسسات اللي كتزرع حب الوطن والوطنية في هاد الأطفال الصغار من طبيعة الحال. النشيد الوطني يعزف في هذه اللحظات. يعني كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تي في وانتم معنا على المباشر مباشرة من مدينة الجديدة، هذا الكرنفال اللي كيتنظم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
من هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. برافو عليهم، برافو عليهم صراحه. هاد الوليدات اللي كلهم فرحانين، كلهم ناشطين، هما كيحتفلوا بذكرى المسيره الخضراء. بطبيعة الحال صميد كيقول لي من حق أطفالنا أن يعرفوا تاريخ أجدادهم ومن حق الأغبياء أن يضحكون. من طبيعة الحال فلازم على الأطفال ديالنا وليداتنا أنهم يعرفوا التاريخ ديال جدادهم ولا جدودهم، يعرفوا التاريخ ديال البلاد. من طبيعة الحال وليدات صغيورين تا هما فرحانين. كيفتخروا الانتماء ديالهم للمغرب، الصحراء مغربية، أحب من أحب وكره من كره، الصحراء مغربية. هذه الذكرى للمسيرة الخضراء كنحتفلوا بها حنا الجميع كمغاربة، من طنجة حتى للقويرة، من القويرة حتى لوجدة. من طبيعة الحال كرنفال تبارك الله، الوليدات كلهم غاديين وفرحانين، هما كهازين العالم المغربي، والعالم المغربي يرفرف بقوة هنا بمدينة الجديدة. صوت الحسن ينادي كيتغنى في هذه اللحظات. فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. برافو برافو. اذا مشاهدة قناة شوف تي في، هذه اجواء الكرنفال اللي منظم هنايا بمدينة الجديدة اللي نظمته احدى المؤسسات التعليمية. مشاهدة قناة شوف تي في غادي نواكبوا معاهم من طبيعة الحال هذا الكرنفال، وغادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعاية الله، والى اللقاء. السلام عليكم.